صباح الخير. اليوم الاثنين 20 أدار مارس 2023. شو بيقول الفلك للأبراج؟ واليوم القمر متواجد ببرج الحوت، الشمس بآخر يوم لإلها ببرج الحوت، وبكرة بتصير بالمنطقة الفلكية لبرج الحمل. يعني فينا نتوقع ابتداء من اليوم نشاط متزايد وميل للتفاؤل، ممكن يكون في كتار عم بيحضروا لمشاريع ونشاطات بالأيام القادمة. نبدأ مع الحمل، بتكتر مساحات التأمل والأوقات اللي بتفكر فيها لوحدك. يومك جيد لأحلال السلام والهدوء على الأمور النفسية والصحية، مشان هيك أنت اليوم عم تميل للهدوء والتعامل اللطيف مع الآخرين. ممكن تعيش حماسة داخلية بينك وبين نفسك، وبتحاول تترجم هالنشاط بمشروع أو عمل أو مناسبة حتكون باليومين القادمين. برج الثور، بتقدر تتخطى بعض العلاقات الصعبة بحياتك وتتجاوز مرحلة خلافات كانت متعبة لإلك. اليوم أنت قادر تناقش بطريقة سليمة وما حدا بيزعل منك. حاول انك ما تطلع بقرارات جديدة او تعمل تغييرات جذرية، لانه دائما بالفترة يلي بيكون فيها كواكب عم بتغير مواقعها بيكون من الافضل انه ننطر شوي وما نتسرع بخطوات جديدة. بتنجح بتنظيم عملك ومواعيدك يا برج الجوزاء، وبتعرف يوم مناسب للكشف عن مشروع او لتحكي عن فكرة جديدة ممكن تتحقق وتشوفها بعيونك بالايام القليلة القادمة. انت اليوم بين ناس بتحبك وعم تلاقي الدعم المناسب لإلك، بس بما انه القمر لساته ببرج الحوت فلازم تتوقع بعض الضغوط بالعمل، بس اكيد ما رح يكون مثل الضغط يلي صار الاسبوع الماضي. برج السرطان، عم تمشي بخطوات ثابته نحو اهدافك يا برج السرطان، وما في شيء عم بيوقفك الا بعض الاعتراضات والانتقادات من وقت للتاني. اليوم حظك جيد والفتره مناسبه لحتى تحظى بناس بتحبك وتدعمك، ولازم تحضر حالك لفترة قادمة بتحتاج منك للعمل أكثر ولتحويل الأفكار والأحلام لحقيقة. برج الأسد، بتنجح الحلول والعلاجات اليوم يا برج الأسد. مرور القمر ببرج الحوت هالمرة رح يكون له أثر إيجابي على معنوياتك وصحتك، وكمان رح يحملك الصلح والتفاهم مع اللي بتحبهم. كوكبك الحاكم يلي هو الشمس عم تقضي آخر يوم لإلها قبل ما تنتقل لبرج الحمل الناري، وبالتالي توقع بين اليوم وبكرة انطلاقة وتجدد ونجاح. برج العذراء، مناسب هالوقت لحتى تعمل ترتيب جديد وتنظم علاقاتك المهنية والعاطفية. القمر بالحوت يعني في عندك موعد أو لقاء أو تواصل بيتم من خلاله التفاهم والاتفاق، وبتزول مرحلة التعب والخلافات شوي شوي. كمان في عندك قضية أو موضوع بينحسم بهالوقت. برج الميزان، فرصة مالية أو مهنية جيدة بتصادفك اليوم يا برج الميزان، بس بما أنه القمر موجود ببرج مائي فأنت ممكن تشعر بالتعب أو بتكون الأمور المعنوية مانا كتير ظابطة معك. بس بكل الأحوال أنت من الأبراج اللي رح تستفيد من انتقال الكواكب بهالفترة، بس اليوم خليك هادي شوي وما تتسرع بخطوات ومبادرات جديدة. برج العقرب، في قدرة على التفاعل والتفاهم بشكل كتير كبير. يومك مناسب للاهتمام بنفسك والأمور الشخصية، وكمان ممكن تستفيد من حظ ودعم جيد على صعيد أعمالك، بس لازم تعتبر أنه هذا اليوم هو آخر يوم بالتراخي والتأجيل، وبكرة رح يكون في مرحلة جديدة من العمل وبذل الجهود. برج القوس، بتبقى محافظ على استقرار معين بحياتك يا برج القوس، ولو انك عم تميل بهاي الفترة للانطلاق والتحرر من الالتزامات والتركيز اكثر على طموحاتك الشخصية ورغباتك. بس اليوم خليك بعيد عن المغامرات وما تتسرع بشيء، ممكن تصادفك طبعا فرصة مالية ممتازة عن طريق حدا مقرب منك، بس حاول انك تكون متأني بكل خطواتك. برج الجدي، حاول تنجز اكبر قدر من الاعمال وما تترك شيء من مسؤولياتك وواجباتك بدون اهتمام وتركيز، لأنه ابتداء من اليوم بتبلش تتغير الظروف من حولك وبتصير الأمور بحياتك متطلبة أكثر. اليوم بتستفيد من الهدوء والتناغم يلي بيعدك فيه الأمر، وخاصة على صعيد علاقاتك مع المقربين ومشاويرك القريبة. برج الدلو، عم بتصيب معظم أهدافك وعم تكون على حق بمعظم المواضيع والأمور المتعلقة بحياتك الشخصية العائلية والعاطفية. اليوم أنت عم تعرف كيف تكون مدير ناجح لعملك ولحياتك الشخصية بنفس الوقت، وممكن تستفيد من فرصة لتحسين العمل والشؤون المالية. برج الحوت، تواجد القمر ببرجك لليوم الثاني والطوالع الفلكية اللي عم يعملها مع باقي الكواكب عم تنعكس إيجاباً على حياتك وشخصيتك ومعنوياتك. هذا النهار جيد وأنت مسيطر بشكل جيد على تفاصيل كنت تركتها بالفترة الماضية أو كنت حسيت أنها متعبة وسببت لك غضب أو حزن. اليوم أنت بإيدك رح تقدر تستفيد من فرص جديدة وبإيدك تحسن من حياتك. مولود اليوم هو مولود بين برجين، بين آخر الحوت وأول الحمل، يعني بتجمع بشخصيتك صفات الهدوء والسلام والمحبة من برج الحوت والانطلاق والتحرر والتجديد من برج الحمل. يعني هالمزيج بشخصيتك بيكون مهم لحتى تضلك عم تجدد حياتك وتعيش حالة شباب دائم. هالسنة ممكن تكون مناسبة للتخلص من مرحلة، وبتعرف علاجات مناسبة وناجحة
لأي أعراض صحية أو معنوية.